سيادة اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بك. يعني أولا، ما هي أهمية عسكريا، ما هي أهمية هذه القاعدة الجديدة في الاتجاه الشمال الغربي؟ تمام، احنا بنضع القوات في الاتجاه طبقا لحجم التهديد لهذا الاتجاه. يعني لما بقول انا عندي دلوقتي في الاتجاه الشمالي حجم التهديد او حجم العدائيات اللي ممكن تواجهني في هذا الاتجاه ايه؟ قوات بحريه، قوات جويه، لو قوات محموله بحرا او جوا، ايا كان. هذه القوات طيب بتحتاج قوات قد ايه عشان تقدر تواجهها وتدحرها وتهزمها؟ بالاضافه لما لدي من احتياطيات استراتيجيه ممكن تشترك اذا تطلب الامر. فاذا انا عندي الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الان في تهديد ما، وتهديد يعني بقول عدوان محتمل. ايضا الاتجاه الاستراتيجي الغربي ايضا هناك حجم من التهديد موجود، وما ننساش الخط الاحمر اللي اعلنه رئيس الجمهوريه اللي هو سرت الجفره، ما زال هذا الخط احمر حتى الان. اي ان هناك تهديد لأمننا القومي من هذا الاتجاه، فمطلوب قدر من القوات قادر على مواجهة أي عدوان من هذا الاتجاه ودحره وهزمته. وبالتالي قاعدة الثالث من يوليو هي مسؤولة عن تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الغربي، طبعا بالتعاون مع باقي القوات اللي موجودة في قاعدة الإسكندرية. القوات عندي القوات بتاع قيادة المنطقة العسكرية الغربية، قيادة المنطقة الغربية الجوية اللي هي القوات والقواعد الجوية اللي موجودة. احنا شفنا دلوقتي النهاردة بيان قدامنا اللي هو قادر 2021. انا بكلمك من خبرتي في القوات المسلحة اكثر من 50 سنة، لم نرى بيان بهذه الدقة. انا شفت بيان مشتركة في قوات في البريت ستار من امريكا ومن حلف الناتو ومن دول اخرى متقدمة معنا، لم يصل الى هذا المستوى اللي احنا شفناه. يعني ايه بيان، معلش سياده اللواء، يعني ايه بيان لو تشرح لنا بس كده عشان نحاول نفهم. تمام، فضل. يعني انا باجي دي معركه بتتم معركه بر جويه بحريه، الثلاث افرع الرئيسيه للقوات المسلحه والفرع الرابع كمان الدفاع الجوي مشترك. تخيلك كل هذا الكم وبالذخيره الحيه المنوره دي بتتم في صورة بيان بنتفرج عليه. يعني مثالي، يعني ده لو فيلم هنقول ده في قص ولزق، ده في مونتاج. اللي بيحصل ده من غير مونتاج، من غير اي حاجه، من اعظم المناورات اللي اتعملت الحقيقيه. شفنا قد ايه قوات متداخله وقوات كل واحد بينفذ مهمته بمنتهى الدقه. بفضل الله ما شفناش غلطه حصلت. القوات الجويه والقوات الدفاع الجوي بيشتركوا معا في مواجهه عدو جوي، بيشتركوا معا في مواجهه عدو في البحر، بيشتركوا في مواجهه عدو على البر بمنتهى الدقه. مفيش طلقه خيبت، مفيش لا قدر الله حصل حادثه، مفيش احتكاك بين اي حد، مع ان الكلام ده ما بيحصلش ابدا. بفضل الله النهارده بنشوف بيان عملي ممتاز. يعني لولا ان هو على الهواء كنا ممكن نقول ده في مونتاج، ده في حاجات حصلت، في مشاكل حصلت ما بنتش. لا، النهارده ده. ولذلك بص بقى حضرتك، دي رسالة الردع القوية اللي هي ايه؟ يعني انا بتخذ دلوقتي بتبنى استراتيجية ردع اللي هي مهمتها ان يكون لدي قوات اكبر من قدرات العدو، واني اعرفه ان عندي هذه القدرات وعندي هذه القوات ولدي جدية الردع. يعني ان انا امنعه ان اذا حاولت تعتدي على اي ذرة من تراب الوطني او من مصلحة من مصالح الحيوية سوف يكون هناك عقاب يفوق اي مكاسب انت بتحققها. بعرفه الكلام ده، الرساله اللي ببعتها من خلال هذا التدريب اللي بيشوفه على الهواء قدامنا، اللي العالم كله شايفه. اعظم رساله ردع. وهو ده السؤال سياده اللواء، من يتابع، مين بيتفرج علينا؟ يعني مين بيشوفنا؟ مين بيدرس هذه؟ يعني حضرتك تكلمني عن بيان عسكري دقيق وكذا في هذه المناوره، مين بيتابعنا؟ هذه يعني مين بيتفرج علينا ويتابع ويشوف المصريين بقى عندهم كم قطعه بحريه جديده، كم كذا، مين بيشوفنا سياده اللواء؟ كل من يهتم اولا بتهديدنا،
بانه ياثر علينا على ارادتنا او يهتم بانه يعتدي على مصلحه من مصالحنا الحيويه، بيترس الكلام ده بالذره، مش بالجزء ده. كل حاجه بتتم دلوقتي قاعدين بيدرسوها، القدرات قد ايه، كفاءه القوات قد ايه، سرعه رد الفعل قد ايه، التنسيق بين القوات شكله ايه، كل دي نقاط تدريبيه في منتهى الروعه. يعني انا بقول من واقع خبرتي واللي مريت بيها، والحمد لله اعتقد انها طبعا طبعا لا الاعظم بيان اتعمل فيه جهه مصر حتى الان. طيب. ما عملتوش قوات اجنبيه من اقوى الدول العظمى. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.